راديو نيل مسكن الالام مع مصطفى الكتاتني. هو دلوقتي كتافلام ده لعلاج مدمني السينما وقفشه الافلام. حلو تمام. فانا اصلا صورتي على اللعبه دي انا برضو كنت يعني لما طلع الاسم كتافلام على الانستجرام وبدات انزله فخدت الدواء وحطيت برضو صورتي على الانستجرام وحطيت صورتي على اساس ان هي افيه. جميل تمام. فالناس عجبها الموضوع وبعد كده قلت بقى خلاص بقى لما بدات قعدت العب كتير مع الناس فالناس حبت الحكايه فقلت طب ما ليه ما نعملهاش كارد جيم. طيب حلو. فروحت قعدت عملت ايه بقى؟ عملت بقى قعدت اشوف بقى ايه اسال فين مكان طباعه اماكن طباعه ديزاينز نعمل ايه. فكان الديزاين انت اصلا شاطر فوتوشوب والكلام ده؟ لا يعني اتعلمت بقى كل الكلام ده. اوكي طب مدينا كده كارت اي كارت كده عشان انا شايفه في باركود وفي حاجات. انت صارف ومكلف انت بس انا مش نعرف بس اصل اللعبه هي عامله زي كوتشينا الاول بس احنا بنلعب فهنحصل ايه بقى؟ يعني انت هتسالي السؤال مثلا اللي موجود على الكارت. ماشي ايا كان مثلا هيبقى احمد السؤال بيقول برضو منى زكي مش حاضر. منى زكي كانت بتلعب كاراتيه في فيلم ايه؟ اوكي ايه بقى؟ انا عرفت. ايه ده ثانيه انا اللي هجاوب. ايه ما هي الكارت لا مفيش اجابه انت لازم تعمل سكان لل في مافيا صح؟ عشان تفهم بالظبط. ايه انا خدت 10 نقط كده انا كسبت كده انا هاخد 10 نقط بالظبط. ميديم دي يعني مدى صعوبه بقيت بقى ممكن العب اتحكم في اللعبه نفسها ايزي ميديم على حسب الكونتنت اللي انا بحطه. ف طب وايه ايه الباركود بقى ده؟ هو بيطلع لك الاجابه. طب انا استنى عايز اعمل سكان كده. نعمل سكان على الاجابه. طب انت السؤال اللي جالك ايه مش عايز تجاوب؟ لسه قبل ما اعمل سكان هقول لك لسه. لا لا اصل انت مش عارف الاجابه شكلك هيغش الاجابه هيغش. طب هقول لك السؤال. بيقول لك احمد حلمي كان بيحب يسمع اسامه منير في فيلم سهله جدا ظرف طارق صح. نعمل سكان بقى. نعمل سكان بقى. انا طلع لي مافيا. ايه ده اهو ايوه ده جميل. تفتح الكاميرا على طول يطلع لك الاجابه. يطلع لك فكره حلوه جدا. يعني تعبت فيها بقى. انا عامل اصلا يعني الكيو ار كود ده قعدت بقى كريت جنريت كيو ار كود. اصل صعوبه الكيو ار كود ان انت كمان ده لو اتلخبطت وبدلت مثلا ده هنا اجابه ثانيه دي كارثه. ساعات بتحصل وساعات ما انا بعمل تيست الاول يعني بنزل اللعبه كده للناس حبايبي يجربوها ويشوفوا اي تيست بعد كده يقول لي بقى في غلط وبيطلع في غلطات فعلا. فبتقول لهم لا الفيلم مش ده مثلا ايه يا مثلا ظرف طارق ده تلاقيه عسل اسود مثلا بيسمع اسامه منير فالاجابه غلط طبعا مش هو لا مش هو ظرف طارق لا وممكن على فكره من كتر ما الناس تبقى مثلا فاهمه وده اكيد حصل معاك اللي هو اكيد هم مش مركزين في الفيلم قوي فيفضلوا يتفرجوا على الفيلم عشان يعرفوا الحته دي فيقعد في عسل اسود. ماشي طب ادينا سؤال تاني برضه عايزين نلعب كده تاني. وامتى بيكلموك بقى؟ هو لما بيقطع المفروض ان في اربع وسائل مساعده في اللعبه. ايه بقى الاربع وسائل؟ يعني احنا عندنا في اتنين كتافلام في كتافلام ال 100 مللي وكتافلام ال 200 مللي. ماشي بعدين حسب احنا هنخش طوارئ بعد شويه ده على حسب انت مدمن قد ايه. مصطفى قول لنا انا ممكن اخد ال 100 مللي ولا 200 قلبي يستحمل ولا ايه؟ احنا بنعمل تيست مكالمه تليفون لان اي حد بيطلب اللعبه بنعمل له تيست الاول قبل ما ابعت له. طبعا عايز اعرف هو عنده ايه بيعاني من ايه بالظبط. فهو لو الدنيا يعني بسيطه معاه خفيفه اديله ال 100 مللي. حلو طيب. هات له ال 100 مللي. طب دلوقتي احنا دلوقتي عطلنا في اللعب. طب مش هنعطل ازاي ما هو في الباركود بيدينا الاجابه يعني ايه؟ لو انت لما متقسمين تيمز انت لازم في تشالنج بقى انت لازم حد يكسب. فهو دلوقتي هو اللي يعني انت خلاص انا بتحدى النقط بتاعتي بقى. انت عطلان دلوقتي مش عارف وانا قدامك هتعمل ايه فانت يا اما تستخدم وسائل المساعده يا اما تخسر الكارت. ايه بقى وسائل المساعده الاربعه اللي هم ال 100 وال 10؟ انت مش عارف الاجابه فهتعمل ايه؟ اما تعمل سكيب تختار تعمل سكيب للسؤال وتسحب سؤال تاني. اوكي ماشي هنغير الكارت خالص. ماشي حلو. يا اما هروب بقى يا اما هتعمل دبل بوينت على السؤال الجاي هتقول انا خلاص انا مش عارف السؤال ده وانا هعمل دبل بوينت على السؤال الجاي. طب ده يا ريت بس السؤال بس السؤال الجاي لو جه سهل ساعتها تاخد دبل بوينت لو لا ما تخسر كله بالظبط. لا ماينس انت مالك شرير ليه؟ مفيش ماينس. لا مفيش ماينس هتخسر. ماينس لا مش ماينس ماينس ده شرير والله ده وديني الحسابات ده اللي عاملنا فاهم والله ياخد من اي حاجه اي حد. طب وايه الوسيله الثالثه؟ هتعمل هتمثل حد يمثل لك اسم الفيلم زي لعبه افلام عادي بس اسم الفيلم من كلمتين زي بدون كلام كده. بالظبط. وايه وتحاول تجاس الفيلم امتى بقى يكلموك؟ الوسيله الرابعه. الرابعه بقى الرابعه هو هما بيختاروا واحده ولا ده لازم بالترتيب؟ لا بيختار اي حاجه هو عايزها ممكن يختار كله في نفس الكارت عامه يعني معاه وسائل مساعده يستخدمهم زي منسي اربح المليون كده بس في... لما يبقى هي ليك واحده يعني واحده من كل واحد واحده من كل واحد ولو كلموك بقى انت بتجاوب ده بيكلم ساعات بيجي لي مكالمات الساعه 4 الفجر ما انا كنت لسه هقول لك المفروض تشغل تيم معاك انا عايز كول سنتر معاك ما
فانت لو جالك وانت نايم معلش انت بترد على اي مكالمه حتى لو نايم. بحاول قد ما اقدر بس في اوقات طبعا بيبقى غصب عني مثلا مش عارف ارد او في موقف يعني مش هسمع مش هسمعها كده بس لا بحاول على قد ما اقدر ارد على كل المكالمات. طبعا واكتر مكالمه كانت في وقت غير مناسب ايه؟ في لا في ناس الساعه 4 الفجر قلت لهم ايه؟ انا حاسس خشوا نام. لا في مكالمه الساعه 4 الفجر عملت نفسي نايم واللي هو صح يا جماعه يا جماعه ده انا كنت صاحي ساعتها بس انا يعني عملت نفسي يا جماعه في حد يا جماعه ما كانش لعبه يعني تكلموني عشانها او يطلع في الاخر مش اللعبه خالص يطلع في الاخر فاهم حاجه مهمه ثانيه. لا لا بس انا عامل يعني في رقم معين كده للعبه ده انا عامله اصله لو حط رقم مش رقمي هو ده رقم اللعبه رقم اللعبه اي حد بيكلمني الرقم ده انا عارف ان هو تبع اللعبه. ايوه طب فانت لما قلت ما كانتش لعبه وكده قال لك ايه؟ احنا اسفين بيقعدوا يتوتروا احنا اسفين جدا والله بس انت حط رقمك انت اللي حاطط رقمك على مالنا هو بيتوتر يا عيني والله العظيم. في مره مثلا حصل ان مثلا الضغط بقى في اللعبه دي يوم الخميس والجمعه ويك اندز طبعا مع الاجازات خد بالك ان انت كمان بدات اجازات دلوقتي فالموضوع كل شويه هيزيد الضغط الضغط الخميس والجمعه. ففي مره يوم الخميس اتنين كلموني في نفس الوقت فدخلتهم كونفرنس كول بقى يجاوبوا لبعض تعالوا بقى مع بعض تعالوا لبعض الاسئله واحنا مع بعض تعالوا بقى تعالوا نلعب يلا يلا بسرعه كده قبل ما نطلع فاصل ناخد كارت ونشوف. اسالكم محمد هنيدي ايوه اتعلق من قفاه في فيلم ايه؟ ايه ده؟ هيستنى عارفه اللي كانت معاه لبلبه صح استنى هقول لك ايوه جاي تيتا رهيبه؟ لا 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 استني لا تيتا رهيبه ده كانت سميحه ايوه عارفه استنى متعلق اكتر من استحمى وش الجواب؟ عمر اللي جاوب عمر اللي جاوب عمر ياخد النقطه طب واحد تاني دينا سؤال سهل والنبي طب هحاول اقول لكم احمد السقا اتقتل في فيلم ايه؟ اتقتل احمد سقا اتقتل في مافيا برضه لا لا ايوه في الاخر ماتش في مافيا لا ده بقى سقفوا له وبتاع لا مش مافيا التاني اسمه ايه ايوه تيتو تيتو صح في تيتو برضه ما ده مش اتقتل ده فين ده موجع ده صفوه يعني ده قعدنا فيها ربع ساعه يعني فاهم انت هتلاقي في سؤال طيب ليه علاقه باحمد سقا سقفوا له فيلم ايه مش موجوده بس خدوا من الالعاب خدوا السؤال ده ليه طب يلا طب اسمي اسال سؤال المستمعين بقى بس ما يبقاش صعب والنبي يعني طبعا احنا منى زكي كانت عامل في سهر الليالي ده انا جاوبته انا في الفصل مظبوط طيب عايزين سؤال مش صعب قوي مستعين لو في فيلم جديد لمنى زكي كانت حامل فيه بالظبط في صح صح في الفيلم الاخير الصندوق الاسود صح وفي مسلسل كمان لعبه نيوتن برضو كانت يعني فاهم طيب قول لي سؤال سؤال لأحمد السقا طيب يلا بينا عشان أحمد السقا بحبه قوي يلا أحمد السقا أيوه ركب حصان في فيلم إيه؟ أنا عارفاه طبعا هو ده حبيبي 1-9 يا حلو زي 1-9-5-0 أحمد السقا ركب حصان في فيلم إيه وكانت الأغنية أغنية مين بقى عشان نبقى سؤال تاني يلا وكان اسمه إيه في الفيلم عشان برضه صح 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 نهارنا أبيض مع آلاء جويش ورشدي سيد من الحد للخميس من 8-10 الصبح على شعبي FM سلام مربع